أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذا نقاشنا اليوم سيكون مع المحلل الطاقوي الأستاذ بوزيان مهمه. أستاذ صباح الخير وأهلا بك. صباح النور. شكرا وأهلا وسهلا ولكل متابعينا الأكارم. الله يخليك أستاذ. سوناتراك ربما تتجه الآن نحو نمط جديد في التسيير، لكن قبل أن نستعرض هذا النمط الجديد وأهم القرارات التي جاءت، نحاول أن نستعرض يعني واقع سوق المحروقات أو الطاقة في الجزائر. قرارات عديدة جاء بها مجلس الوزراء في قطاع الطاقة، نبدأها من التعليم الخاصة ببعث الاستكشاف خاصة في عرض البحر. هل لدينا إمكانيات كبيرة وهل يعني سنطور احتياطاتنا بعد هذا الاستكشاف سواء في الشمال أو في عرض البحر؟ أعتقد أنه لا يخفى على كل متتبع أن ما تعرضت له الخارطة الطاقوية في عشريات سابقة حقيقة أنها تحتاج الآن إلى معالجات مستعجلة، خاصة على مستوى تضرر احتياطاتنا، لأنه نحن نعلم الآن ولا يخفى على أحد مستويات الإنتاج في رمزي الصناعة الطاقوية الجزائرية بالنسبة للنفط حسيم سعود والغاز بالنسبة لحاسم عمل تراجع الضغط وبالتالي تراجع مستويات الإنتاج. وأعتقد أن الإحصائيات المعروفة والمعلنة أنها تتحدث عن هذا الوضع، ولذلك أنه نحن مجبرون على الذهاب سريعا لتجديد احتياطاتنا. لما نقول لأنه تجديد الاحتياطات أصلا تعطيك تموقع في الساحة الطاقوية العالمية، وأيضا كذلك أنه تعطيك أريحية لوضع مخططات أول حاجة لاستيفاء حاجة السوق الوطنية. لأنه دوما ينبغي أن نذكر أنه لا ينبغي أن نتحدث فقط عن التصدير، لأنه القانون الأساسي لسوناتراك يتحدث عن مهمة الأساسية وهي استيفاء حاجات السوق الوطنية التي ترتفع سنويا بسبب المياه أستاذ كما قال وزير الطاقة. بالفعل، لأنه الآن أمام تزايد الاستهلاك وبريتم يعني سريع جدا، ولا نتحدث فقط عن الاستهلاك العادي، لأننا إذا تحدثنا الآن على مخطط للإقلاع الاقتصادي نعش الاقتصاد نعم. ولذلك لما تتحدث عن بعث سلاسل صناعية، لما تتحدث عن بعث المناجم، ولما نتحدث عن التوسع وتكثيف الزراعة والفلاحة، هذه كلها أنشطة تحتاج إلى موارد طاقوية كبيرة. ولذلك ينبغي لنا أن نجند طاقاتنا، وتجنيد هذه الطاقات ليس فقط الإنتاج. أنت لما تريد أن تنتج عليك أن تكون لديك مقدرات واحتياطات تتيح لك هذا الإنتاج. أيضا لما نتحدث عن تثمين موارد طاقوية، نتحدث عن صناعات البتروكيماوية، لا تستطيع أن تستثمر ملايير الدولارات في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية إذا ليست لديك خزانات لها ديمومة حياة على الأقل على مدى نصف قرن، لأنه استثمارات باهظة. لذلك ينبغي لك أن تضمن موارد طاقوية من النفط والغاز. ولذلك الآن الاستكشاف أصبح ضرورة ملحة. ولما نقول استكشاف، التوسع في استكشاف الموارد التقليدية نفطا وغازا، والموارد الغير التقليدية بما فيها الموارد المكامن البحرية. ولما نقول الموارد غير التقليدية أو ما هو الشرط أنه راح نبدأ استغلالها في 2021 أو 2030، لكن أنك أنت استكشف قدراتك، لابد أن تستكشف ما لديك كأي فرد في هذه الحياة، لابد أن يعرف ما لديه من احتياطات مالية، ثم بعد ذلك يخطط حياته استغلالها. ولذلك أنا دوما أقول بأن استغلال أي ثروة هي معادلة في الزمن، قد تكون غير مجدية وغير مفيدة اليوم، لكنها قد تصبح حتمية لاستغلالها وامتلاك لها بعد 10 سنوات. نتكلم اليوم ممكن بعد نتكلم حتى على عديد من المواد المنجمية التي لم تكن لها قيمة في عشريات سابقة، الآن أصبحت تشكل ثورة المستقبل. لكن دعني أقول فقط حتى أختم هذه، أن الاستكشاف ينبغي الجميع أن يعلم أن الاستكشاف كان ملقى كله على كاهل سوناتراك على مدى أزيد من 15 سنة، ولعل قانون المحروقات السابق هو الذي أضر. خلى أكثر من 90% من أنشطة الاستكشاف تقوم بها سوناتراك، ونحن نعرف بأن نشاط الاستكشاف هو نشاط ذو مخاطرة عالية، أنه النجاح فيه 25%. ولذلك ماهوش ممكن تبقى أنت مواردك أنك فقط ضخها في الاستكشاف. الآن هناك شركات عالمية رائدة لديها التكنولوجيا ولديها روح المخاطرة. حتى يعني مناقصات الخاصة بالاستكشاف لا تنجح في الجزائر، يعني أعتقد من أصل 19 مناقصة تم الفوز بمناقصتين ثلاثة، لأنه هذا في قانون المحروقات السابق، لأنه السابق طبعا. كان النظام الجبائي كان أنه غير جذاب
وكان أنه حتى بالنسبة للسوناتراك في حد ذاتها أنه السوناتراك قامت باكتشافات هامة، لكنها من حيث الجدوى الاقتصادية مع ربطها مع نظام الجباية النفطية أصبحت غير مجدية بالنسبة للسوناتراك. ولذلك أنا نقول بأنه بعث نشاط الاستكشاف من خلال قانون المحروقات الجديد أصبح واحدة من أولويات الطاقوية في الجزائر. ولما نقول أولوية طاقوية، لأن الطاقة هي أولوية وطنية بحكم أن تعزيز الأمن الطاقوي هو قضية كل المجموعة الوطنية. ولعل حتى في ترتيب يعني عرض بيان مجلس وزراء لما يوضع الطاقة في البند الأول، هذا تأكيد على أن إذا أردنا أن نحقق الأمن الغذائي والأمن الصحي وحتى أمن التعليم، فينبغي أن نوفر ونعزز الأمن الطاقوي. الأمن الطاقوي هو حتمية لكل المجموعة الوطنية. نعم أستاذ، أهمية الطاقة لا ينكرها أحد، لكن في الجزائر لا حديث عن الطاقة دون الحديث عن سوناتراك. ما جعل رئيس الجمهورية يأمر بالاتجاه إلى نمط جديد للتسيير هذه الشركة. بداية نبدأ بدعوته إلى تقييم ممتلكات هذه الشركة، كيف ذلك ولماذا؟ أنا بداية قبل أن أتحدث عن الممتلكات، لعل حتى معكم يعني منذ سنوات كنا رفعنا لصالح هندسة وبناء نموذج عصري للأعمال التجارية لسوناتراك. سوناتراك كشركة تجارية ينبغي أن تتحول من العملاق الإداري المبني على القرار البيروقراطي الفوقي إلى شركة تبحث عن الربحية وتعظيم الربحية. لأنه حتى في قانون المحروقات نتحدث على أن سوناتراك هي فاعل باسم المجموعة الوطنية، ولذلك ينبغي لهذا الفاعل أن يتحول حقيقة إلى فاعل تجاري ويعظم من 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 من, من الموارد ويثمنها ويعظم من العوائد. وفي نماذج طاقوية، هذا ليس حديث مخصوص بسوناتراك، لأنه في 10 سنوات الأخيرة كل الشركات العالمية النفطية العملاقة قامت بالتحول في نماذجها الطاقوية، وهناك 10 عناصر أساسية في النماذج الطاقوية، سواء بالنسبة لامتلاك وتجديد الاحتياطات وامتلاك التكنولوجيا العالية، وكذلك جذب الخبرات البشرية ذات التكوين العالي، وأيضا كذلك الاستثمارات والتأمين ونمط التسيير والتموقع في الأسواق العالمية. هي جملة من العناصر المعيارية لجودة أي نموذج للأعمال التجارية لأي شركة. ولذلك لما نتحدث الآن على ما تملكه سوناتراك، هذا ينبغي، أنا أعتقد من خلال القراءة الطبيعية لعناصر نماذج الأعمال التجارية ولواقع سوناتراك، أنه أنا أفهمه بأنه المقصود به وهو إعادة تقييم الأصول السوقية لسوناتراك. لأنك أنت ما يهمش أنه تجرد ما عندك في البيت من أثاث وما عندك ممتلكات، يهمك قيمتها في السوق. نعم. ولذلك ينبغي أن نعلم الآن التحدي هو كيف نعطي الآن لسوناتراك قيمة سوقية. الجميع الآن لما يتحدث على العملاق النفطي العالمي أرامكو يتحدث على قيمتها السوقية، لما أريد لها طرح 5% للأسهم تم تقييمها على طبقا لتقييم أصولها وقيمتها السوقية. لذلك أنا بالنسبة لي هذا ليس جردا عاديا طبعاً، وليس أيضا كذلك مجرد معاينة، إنما هو إحصاء تقييمي لإعطاء قيمة سوقية. نعم. بالقيمة الحالية في السوق، معنى ذلك أن هذه القيمة ينبغي أن تكون عملية ديناميكية، معنى هذا التقييم ليس تقييم إداري. لماذا أنا أدرجه دوما ضمن نموذج الأعمال التجارية؟ لأن نموذج الأعمال هو نموذج دينامي حيوي. نعم. ولذلك التقييم هو تقييم حيوي. نعم. اليوم كم هي أصول سوناتراك؟ بعد سنة كم هي أصولها أيضا؟ لذلك هذه عملية ديناميكية سوف تبقى سوناتراك تعمل بها دوريا. نعم أستاذ، كذلك يعني رئيس دعا إلى خفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء الشركة. بالتأكيد بهذا. بالتأكيد، لأنه في نماذج الأعمال أيضا كذلك لابد لما تستهدف الربحية لابد أن لا تضيع العوائد والاستثمارات ضمن هياكل إدارية وضمن مناصب لا جدوى لها. ولذلك هذه عملية معيارية طبيعية جدا، أن كنت وهذا على أي مؤسسة تهدف حقيقة إلى الجودة وإلى النجاعة الاقتصادية، عليك أن تضع مناصب هيكلة ومناصب إدارية فيها، خاصة المناصب السامية
وفق ما تقدمه من قيمة مضافة للمؤسسة. ولذلك أنا نقول أحيانا قد تكون لديك عملية بسيطة جدا في المؤسسة وخاصة في سوناتراك لا ينبغي إلغائها، لكن من خلال خبرات، أنا نقول دوما خبرات إطارات سوناتراك والعارفين بعمل سوناتراك، أنه هناك عملية بسيطة قد أنها لا تكلف أموال كثيرة لكنها جدواها ضمن سلسلة الإنتاج مهمة جدا مهم. وأحيانا قد تكون هناك هياكل إدارية هياكل مسؤولية مبهرة من حيث الاسم، نتحدث عن استراتيجيات ونحت كذا، لكنها لا تقدم قيمة مضافة حقيقية. ولذلك من خلال تقييم الأعمال التجارية نحدد طبيعة التأطير لها. ولذلك لما نتحدث عن مناصب مسؤولية نتحدث عن نوعية التأطير. ولذلك أنا بالنسبة لي هذا منطقي جدا في جودة أعمال المؤسسة. لكن دعنا نقول بأننا إلى حد اليوم ما نطمح له أن تذهب سوناتراك من خلال النموذج العصري للأعمال التجارية أن تكون شركة بمواصفات عالمية. جي. والآن إشكال، لم نستطع أن نتحول بسوناتراك إلى مؤسسة بمواصفات عالمية. لماذا؟ لأن من بين المواصفات العالمية هي قضية قيمة وجودة مناصب القيادة والمناصب الاستراتيجية في المؤسسة. نعم. لكن هذا لابد أن تعطي لأصحابها أجور بمستوى الشركات الرائدة عالميا. لكن هل هذا ممكن في سوق الشغل الجزائرية؟ غير ممكن. ولذلك أنك أنت أنه الآن مهما أردنا أن نذهب بسوناتراك فهناك عائق حقيقي بالنسبة لتقييم نمط وشبكة الأجور الوطني، لأنه نعم. ما فقط باش نخدم بها. أنا بالنسبة لي أنا يؤسفني لما نتحدث على أجور المهندسين، الجميع ممكن يتصور بأن في سوناتراك الناس أنها تتقاضى أجور خيالية، لكن باش نستعرف الحقيقة أجور المهندس في سوناتراك أحيانا أقل من عامل عادي في الصناديق الوطنية، وأحيانا أنها أجر بالنسبة لمنظومة في وزارة المالية. ولذلك لا ينبغي أن كلنا تتوجه أذهاننا وأعيننا إلى رقابة شديدة على سوناتراك وتوصيفها على أساس أنها مستهلكة للمال. لذلك أنا بالنسبة للحديث على مناصب المسؤولية ليس فقط في سوناتراك، ودعني أقول في قطاع الطاقة ككل، لأنه حقيقة كما تفضلتم نحن نصب الحديث دوم على سوناتراك. لماذا لا نتحدث عن سوناغاز؟ أنا بالنسبة لي من أولى الأولويات مستقبلا التوجه إلى إعادة هيكلة سوناغاز، لأن سوناغاز تعيش عجزا ماليا وعجز معلن، بينما سوناتراك أنها شركة مغذية لكل الاقتصاد الوطني. كيف أنه شركة مغذية للاقتصاد الوطني يكون كل هذا التوجه لكبحها وضبطها والتشديد عليها بينما أنه شركة عاجزة ماليا؟ أنه لذلك أنا نقول لعل هذه خطوة أولى، لكن نتمنى أنه المراجعات التي تتم تشمل ليس فقط سوناغاز، كل المؤسسات الوطنية بما فيها الصناديق الوطنية. كيف أنه صناديق عاجزة لكن إطاراتها تتقاضى أحيانا أجور أكثر من إطارات سوناتراك. ولذلك من العدالة الاجتماعية أن نباشر مراجعة جوهرية لهيكلة بنية مؤسساتنا الوطنية ككل وشبكات الأجور فيها. نعم أستاذ، كذلك تحدث بيان مجلس الوزراء عن تغيير النمط من نمط ولا عهده كما سمي في البيان إلى محاسبة تحليلية سليمة، ما معناه وما المنتظر يعني من هذا الأمر؟ أعتقد أنه هذا يجرنا إلى الحديث على 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 تجويد وتحيين الأنظمة المعلومات، وهذا يدخل في مصطلح معروف، وهي ما نتكلموش يعني بمصطلح الحكامة لكن نتكلم بمصطلح اليقظة الاستراتيجية في كل مؤسسة. فاليقظة الاستراتيجية هي عمل حيني ومستمر، ولذلك المؤسسة كمؤسسة سوناتراك ينبغي أن يكون لها نظام قوي من اليقظة الاستراتيجية ولنظام المعلومات وتحيين المعلومات، لأنه نحن ما يهمنا المعلومة اللحظة، لأنه دوما نقول بأن المعلومة في اللحظة هي كائن حي بإمكانك أن تستفيد منه. المعلومة بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد يومين تصبح كائن ميت لا معنى له. ولذلك لا يمكن للمحاسبة التحليلية أن تكون ذات جدوى إلا إذا لم تبنى
على نظام معلوماتي قوي وسلس ومن خلال أنظمة معلوماتية حديثة، لأنه كنا نتحدث على كيف نحول النظام المعلوماتي إلى نظام نمذجة. ولذلك نعود دوما لما نتحدث عن نموذج أمانة تجارية هو المبني على المعلومة التي تتحول إلى نماذج وتتحول إلى قراءة استشفافية، نستشف ما بعد ساعة وما بعد يوم وما بعد سنة، ونستشرف من خلالها المستقبل ونبني أرباحنا وعوائدنا من خلالها. أستاذ، قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني للنقاش، نتحدث عن إلحاق المعهد الجزائري للبترول ليابي في بومرداس بوزارة التعليم العالي. أي جدوى اقتصادية منتظرة؟ أي جدوى يعني منتظرة من هذا القرار؟ أعتقد أن هذا له هدف أستطيع أن أقول وحيد ومباشر، لأنه تجديد خزان قطاع الطاقة وخاصة سوناطراك بالجيل الجديد من المهندسين. أنت تعلم سي أحمد أن كل المهندسين الذين يتكونون في الجامعة الجزائرية لما يتم توظيفه في سوناطراك يتلقون فترة تدريب في المعهد الوطني له. ولذلك أنا نقول بأنه هنا يتم الدمج مباشرة بين التكوين، لأنه الأكاديمي لأنه الإلحاق أنا أعتقد لإعطاء الصفة البيداغوجية، والصفة البيداغوجية تحملها الوحيدة تحملها وزارة التعليم العالي. لكن أنا أعتقد بأنه العمل الكبير الذي يقوم به المعهد الوطني للمحروقات سوف يبقى، لأنه نعلم بأن سوناطراك لديها 120 ألف عامل يتلقون كلهم تكوين، ونقول ليس تكوين بيداغوجي نظري، إنما تكوين مهنة وتكوين حرفي وتكوين لتقنيات عالية، وكذلك طبيعة التجهيزات العالية المستوى الموجود في المعهد. ولذلك أنا أعتقد بأنه إلحاقه هو لإعطاء الصفة البيداغوجية وإعطاء الإطار الناظم البيداغوجي بالنسبة لتكوين فئة المهندسين. لكن أعتقد بأنه من الأفضل أنا أرى من الأفضل أنه يبقى معهد وطني مزدوج الوصايا البيداغوجية لشعبة الهندسة بين وزارة الطاقة وبين التعليم العالي بالنسبة، إنما أيضا كذلك العمل الكبير واللي سوناطراك تحتاج دوما إلى الرسكلة وإلى تحيين المهارات وتحيين الخبرات، وهذا مهم جدا أن يكون معهد ذو مزدوج الوصايا. نعم أستاذ، كذلك مجلس الوزراء تحدث عن البحث عن موارد جديدة، سواء موارد معدنية في المناجم أو تفعيل الصناعات البتروكيماوية. أستاذ، في خصوص نتحدث أولا عن صناعة البتروكيماوية، البيان تحدث أن الجزائر ستتوقف عن استيراد المشتقات النفطية والوقود في الثلاثي الأول من سنة 2021 بناء على المعطيات الموجودة حاليا، هل نستطيع ذلك؟ أعتقد أنه نستطيع، لدينا كل الإمكانية، لكن هذه الإمكانية أنا بالنسبة لي في اعتقادي تقنيا أنا كان شرط مهم جدا وضع أو مراجعة وتحيين منظومة المعايير والمقاييس. نعطيك مثال بسيط، لماذا ننتج أحيانا بنزين ذو جودة عالية وهو مخصوص فقط لمحركات سيارة الفارهة، بينما أن حاضرتنا فيها نمط معين من المحركات؟ لماذا لدينا ثلاث أنواع من البنزين؟ لماذا في دول أخرى فقط هناك نوعين من البنزين، البنزين الممتاز والبنزين الخالي من الرصاص؟ لماذا لا نذهب إلى ديزل غازوال بنوعين، ديزل موجه للحظيرة الوطني للسيارات في الحواضر، وديزل موجه لقطاع في الحوض الزراعة؟ ولذلك منظومة المعايير تجعلنا، لأنه هذا مش مسؤولية قطاع الطاقة أو سوناطراك، هي مش مسؤولية العديد من الهيئات اللي هي موجودة أصلا خارج وزارة الطاقة. لأنه حتى بالنسبة للمعايير البيئية أنا أعتقد هذه سهل جدا، الإسراع في وضع هذه المعايير وتسليمها للجهة التي تنتج وهي سوناطراك، محطة التكرير تنتج، هناك مشاريع عديدة أستاذ. بإمكاننا من خلال إنتاج وقود بالمواصفات اللازمة أن نستوفي حاجتنا ولا نلجئ للسيارات. جيد أستاذ، بخصوص الموارد المعدنية، تم إنشاء مؤخرا وزارة للمناجم، هل سيكون لها الدور يعني كبير؟ لماذا يعني هذا الإنشاء؟ أولا كانت ملحق بوزارة الصناعة والآن وزارة مستقلة، وتم تعيين وزير طاقة سابق على رأسها، يعني ما رأيك في إنشاء هذه الوزارة الجديدة وما هو دورها في هذا الظرف؟ أعتقد أن قطاع المناجم كان دوما يقبع في دائرة الظل ومظلوم، لأنه إلحاقه بالطاقة وإلحاقه بالصناعة. ولذلك أنه في العالم ككل أنه القطاع المنجمي هو قطاع مدر للثروة، وبالعكس أنه كل العالم، لأنه حتى في نظرية التحول
في الأحفور الطاقوي لا يمكن التحول في الأحفور الصناعي حتى من خلال التخليق. هناك معادن نستطيع تخليقها صناعيا. أنا فقط أستاذ أحمد نعطيك مثالين وينطبقوا علينا في الجزائر. لما نتحدث مثلا على الحديد والزنك نأخذ إحصائين مهم جدا. من 1951 إلى بدايات سنة 2000 على مدى نصف قرن، على مدى 50 سنة، تزايد الطلب على الحديد ب 3.5%. وفي 10 سنوات من بداية سنة 2000 إلى سنة 2011 تزايد الطلب على الحديد ضعف ما تم، ضعف التزايد على مدى عالميا على مدى نصف قرن. يعني هذا ما الآن يعطي أهمية الآن حتى بالنسبة لقراءاتنا والمواطن لدينا في آفاق 2035 و 2050 الحديد هو ثاني مورد عالمي سوف يتزايد الطلب عليه بعد الألمنيوم. كذلك بالنسبة للزنك، الزنك نفس الشيء، أنه في نصف قرن كان تزايد الطلب عليه 2.9%، في 10 سنوات الأخيرة تزايد الطلب عليه 3.5%. ربما هذا ما يجعل أن قرارات مجلس الوزراء مبنية على معطيات واقعية بالتأكيد، ماهيش كما يقول البعض قرارات فقط. هذا دليل على أنه هذه القرارات جاءت بعد دراسة للواقع للسوق العالمية. أستاذ أحمد الآن نحن لماذا نأتي ونحلل؟ نأتي نحلل لنعطي القراءات التطبيقية لقرارات مهمة. القرارات المهمة ربما البعض يقرأها بصيغتها العامة، لا يمكن في بيان رئاسة جمهورية أو مجلس وزراء الذهاب إلى التفاصيل. هو يعطيك ملامح الخطة العامة، ولذلك أنا من خلال ما أمتلكه من المعطيات أعمل عليها أقول بأنها قرارات مهمة جدا وينبغي تثمينها. لكن دورنا نحن الآن هو تخطيط وهندسة مسارات إنجاح هذه القرارات. ولذلك نحن حتى في فترة تحدثنا على تحديات قطاع المناجم وعددناها، ولذلك الآن ينبغي أن نذهب حقيقة للتذليل كيفية النجاح حقيقة في جعل بلدنا قطبا عالميا في العديد من موارد المنجم، وليس فقط الحديد والزنك، قضية الأطربة النادرة التي هي ثورة المستقبل. ربما من هذا المنطلق مجلس الوزراء أيضا جاء بقرار إعادة إعداد خارطة فورية للإمكانيات المنجمية. أستاذ، يعني هناك معلومة يتم تداولها أنه الخارطة الجيولوجية للجزائر لم تحين منذ وقت الاستعمار. هذه الآن نستطيع أن نقول يعني ليست هي الحقيقة الكلية. نعم. لكن قاعدة الخرائط المنجمية أنه من تلك الحقبة. هو خاصة في فترات ذهبية في السبعينات، أنه هناك جهد كبير لجيل ذهبي من المهندسين الجزائريين قاموا بأعمال رائدة حتى بالنسبة للحديث مثلا على محتويات الأطربة النادرة أو المحتويات البريط أو غيرها من المعادن المهمة. أنه هناك جهد جزائري، لكن أنا نقول يبقى هذا الجهد يحتاج إلى تحيين الخرائط المنجمية والجيولوجية لما كملنا. ولما أنا نقول تحيين الخرائط هذه ليس فقط محصورة على المعادن، حتى بالنسبة لك تحدث بيان مجلس الوزراء بالنسبة للنفط والغاز والمكامن كذا غير. لذلك الآن أنا نقول باللي الرقعة الجغرافية للمكامن الباطنية للجزائر غير مستكشفة بشكل الكافي. ولذلك لو نأخذ معطى عالمي فقط، نحن الآن معروف بأن الجزائر تحوز على المرتبة 10 عالميا من حيث المساحة. لما نأخذ كل الدول، نأخذ أستراليا، نأخذ كندا، نأخذ روسيا، نأخذ الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر أقطاب عالمية، بالعكس أنها تسيطر على خامات هامة جدا. الصين تسيطر على 86% من تجارة الأطربة النادرة. ونحن الآن لدينا أنه دلائل بإمكان الجزائر أن تكون لها يعني موقع مهم جدا. نعطيك فقط رقم أخير. الدولة اللي بعدنا في الترتيب، الدولة ذات المساحة 11، الكونغو الديمقراطية، أنه حاليا تسيطر على 56% من الاحتياطات العالمية من الكوبالت. لما نقول الكوبالت نتحدث عن بطاريات السيارات الكهربائية. لذلك نقول بأن المجال المنجمي للجزائر واعد وواعد جدا، لكن ينبغي أن تتكاتف الجهود لتذليل العقبات لحقيقة لجعل هذا المورد موردا كرافعة اقتصادية لاقتصادنا ولبلدنا. نعم. أستاذ، إذا ما لدينا يعني أشياء كثيرة، حتى بعد تحيين الخرائط ما سنكتشف أشياء كثيرة جدا.
الأستاذ بوزيان مهلماها المحلل الطاقوي، شكرا جزيلا على قبول الدعوة، شكرا على هذا التحليل القيم. مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا العدد من حديث الصحافة، لقاء يتجدد بكم في مواعيد لاحقة، والسلام عليكم.